بشركم البلد فيها خير. والله لعند الآن ما شحد نزول وما حنشحد. أبشر بالخير، أبشر الله أكبر. ما حنشحد إن شاء الله. الآن الشغل ده كله من خيرات البلد دي. وما طلعنا برا من بنك السودان. والحمد لله الآن عندنا احتياطي دولار موجود في بنك السودان. لو سنتين دولار جوا البنك ده ما رقد ولا 10 جنيه. الآن الحمد لله في ملايين جوا بنك السودان.